استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه هذا اليوم بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بقصر الصخير هذا اليوم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اللذين قدما لجلالته أصحاب الإنجازات الرياضية وأعضاء منتخب البحرين لكرة اليد بمناسبة تأهله لأول مرة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وفرق البحرين المشاركة في دورة الألعاب العالمية العسكرية التي أقيمت منافساتها بجمهورية الصين والتي أحرز فيها المنتخب العسكري الميدالية الذهبية ولقب بطولة العالم العسكرية لكرة القدم وحصل المنتخب العسكري لألعاب القوى على عدة ميداليات واحتل المرتبة الثامنة في الترتيب العام على مستوى العالم في هذه البطولة بمشاركة 120 دولة من دول العالم بالإضافة إلى فرق البحرين المشاركة في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت في دولة الكويت الشقيقة برصيد 36 ميدالية ذهبية وحققت المملكة فيها المركز الأول في الترتيب العام لجدول الميداليات وأعضاء منتخب ألعاب القوى للاحتياجات الخاصة ومنتخبات الكرة الطائرة وكرة السلة والبولينج والمبارزة وكرة الطاولة والتايكوندو والرماية وكرة قدم الصالات المغلقة وألعاب القوى ورياضات الموروث الشعبي حيث حققت المركز الأول في بطولتي دبي لقوارب التجديف وكأس سمو الشيخ ناصر بن حمد للتجديف الدولي في البحرين وبطولة الشراع العربية وفاز لاعبو الشراع في مصر بالميدالية الذهبية وبطولة الشطرنج التي أقيمت في الكويت حيث فاز لاعبو البحرين بالميدالية الذهبية وفاز لاعبو البحرين بالميدالية الذهبية في بطولة العالم مورتال كومبات والتي أقيمت في البرازيل والفوز بالميدالية الذهبية للعبة السنوكر التي أقيمت في جمهورية مصر العربية وقد تشرف أصحاب الإنجازات الرياضية بالسلام على جلالة الملك المفدى رعاه الله.
الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على ما سمعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. كلمة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أبطال مملكة البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، في هذه المناسبة أود أن أعبر باسمي وباسم جميع رياضيين مملكة البحرين، خير تعبير، كلام ظاهر من القلب إليكم مو من ورقة إلى جلالة الملك. فاسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أستخدم الكلام العفوي وأستخدم لكم العبارات اللي احنا نستخدمها بأيامنا اليومية وخاصة بلغة أهل الرياضة. كوني واحد من هذول الجماعة اللي يبذلون قصاري جهدهم في رفع علم مملكة البحرين. في عصركم الزاهية جلالة الملك تعلمنا وشفنا الكثير وشفنا العجب وشفنا منكم التقدم وشفنا منكم الإقدام وشفنا منكم الإحجام، شفنا منكم الشجاعة، شفنا منكم الرحمة، شفنا الكثير وتعلمنا الكثير منكم يا صاحب الجلالة.
بالنسبة لنا في عالم الرياضي، ولا احنا نسميه الأسرة الرياضية والبيت الرياضي، إلا أن احنا نبي نقدم لعصركم هذا الزاهي القليل من هالجمايل اللي جملتونا بها. احنا اليوم يا صاحب الجلالة استاذناكم في عام 2018 بإطلاق هذا العام بعام الذهب، ولله الحمد هالجنود اللي أمامكم أوفوا بالوعد ولا خذلوا علمهم لا في داخل المملكة ولا في خارجها. وبعدين يا طويل العمر شفنا في 2019 في نهاية هذا العام، الحين احنا واصلين إلى نهايته بإذن الله، تبينت الأرقام أن احنا طفنا تعداد الميداليات عام 2018. فاحنا يا صاحب الجلالة نستاذنكم أن احنا نسمي هذا المسمى بالعصر الذهبي، وهذا يا طويل العمر يوصف الروح اللي أنتوا غرستوها، اللي أنتوا تبغون تشوفون أبنائكم وبناتكم مو بس في العالم الرياضي ولكن أسرة مملكة البحرين، أسرة واحدة، شعب متكاتف، شعب متماسك قلبه على ديرته. أكبر مثال الريال اللي على يساره هنا سعد مهدي. مهدي الله طول عمرك قام بدور بطولي بما أن أبوه الله يرحمه توفى واختاره الله يوم قبل البطولة، إلا أن أصر ويروح ويشارك عشان يرفع اسم مملكة البحرين. اللي يمه قام بعملية. لاعبنا طال عمرك حارس المنتخب قام بعملية. لاعبنا هناك رجله مكسورة وغيرها. وكثير من اللاعبين يشكون من آلام، لكن طويل العمر الغير رياضي ما يشوف هالأشياء ذي. غير الرياضي يشوف اثنين أو ثلاثة على منصة التتويج محصلين ميداليات، ما يعرفون اللي تحت هذا الجهد وش خذ منهم، وش خذ من يومهم، من طاقتهم، من مالهم، ومن يومهم، ومن حياتهم بشكل كامل، من جهد وصرار وعزيمة بشكل يومي عشان يوصلون هالمستوى، وأن يحظون بالشرف أنهم يشوفون جلالتك ويوقفون حاملين ميداليات ليست بالمستوى المحلي بل حطوا مملكة البحرين على الخارطة بشكل كامل. فإحنا يا طويل العمر إذا بتخلوني أتكلم يمكن يخيم علينا الليل وأنا أوصف طال عمرك بهالجماعة، لأني أعرف طال عمرك وأعرف التعب هذا لأني أنا منهم وفيهم. ولكن طال عمرك هالجماعة عند وجهك إن شاء الله، وهذا العصر الذهبي راح يتواصل ابنا ولا بغيرنا يا طويل العمر، أبهم ولا بهالصغار اللي يو وسلموا عليك، عندنا صفوف ثانية وثالثة ورابعة وأمية إن شاء الله نبيشرفونك. وهذه الروح اللي غرستوها يا طويل العمر هي ثابتة، لأن هالرياضيين وهالرياضيات اللي موجودين عندنا هم بنفسهم طال عمرك يوردون هذه الرسالة لغيرهم، هم بنفسهم الحين يربون صغارنا، هم بنفسهم اللي بيصيرون المدربين عندنا، هم بنفسهم اللي بيصيرون مسؤولين في عالم الرياضي. ولا شك يا طويل العمر أن الجهد بعد يكون موصول من مسؤولين العالم الرياضي، سواء كانوا في اللجنة الأولمبية ولا في وزارة الشباب والرياضة ولا في جميع قطاعات الدولة، أسندوا وساعدوا وساهموا وأشرفوا على أن نحن نوصل هذا المستوى. في طول العمر وصلنا في نهاية هذه الكلمة، أريد أن أختصر طول العمر وأعلمكم شيء بس واحد من هالغرس اللي إحنا نغرسه. صار بين هالشباب هذيلا كلهم يمكن يردون وراي، صار عندهم مقولة مشهورة صارت اقتبسوها مني، وكل ما فازوا أنا بقول نصهم بيكملون الباقي. مال الزعامة الله يطول عمرك. شكرا يا سيدي. ثم قدم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة هدية تذكارية لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة، كما قدم العميد الركن محمد عبد اللطيف جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري هدية إلى جلالة الملك المفدى. بعد ذلك شكر جلالة الملك المفدى أصحاب الإنجازات وهنأهم بهذه النتائج الطيبة، قائلا إن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بيّن لنا هذه الجهود الكبيرة التي بذلتموها في هذه الدورات، وهذا ليس بغريب عليكم، فالحمد لله أصبحتم أهل الريادة في المنطقة. على النتائج الطيبة ناصر ما خلى بيّن في كلمته الجهود الكبيرة اللي بذلتوها، هذا مو غريب عليكم، فالحمد لله يعني أصبحت أهل الريادة في منطقتنا، فمشكورين مشكورين.
وأشاد جلالة الملك المفدى أيده الله بروح الإصرار والعزيمة التي يتميز بها أبناء البحرين الذين أثبتوا تفوقهم في مختلف الألعاب الرياضية وقدرتهم على اعتلاء منصات التتويج بجدارة واستحقاق. وأعرب جلالته عن شكره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مثنيا على الجهود الدؤوبة والمثمرة التي يبذلانها من خلال قيادتهما الناجحة لمسيرة الرياضة البحرينية، والتي انعكست على الإنجازات الهامة التي واصلوا تحقيقها أبناء وبنات المملكة في كافة الرياضات. كما أعرب جلالته عن تقديره لما توليه القيادة العامة لقوة دفاع البحرين من اهتمام ورعاية للرياضة العسكرية بكافة مجالاتها، منوها بحرص الرياضيين العسكريين على تحقيق أفضل النتائج وتشريف بلدهم في جميع المحافل الرياضية المختلفة. وأشاد جلالته بجهود الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية والتي كان لها بالغ الأثر في الوصول إلى هذه النتائج والمراكز المتقدمة، منوها بإسهامات المرأة البحرينية ودورها المهم في دعم المسيرة الرياضية الوطنية وحرصها على ترسيخ ريادة البحرين ورفع رايتها في المحافل الرياضية العالمية. من جانبهم أعرب أعضاء المنتخبات والفرق الرياضية الوطنية عن عميق شكرهم وبالغ تقديرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدى رعاه الله على الرعاية والدعم والتشجيع الذي يحظون به من جلالته دائما، معاهدين جلالته حفظه الله على مواصلة عطائهم لحصد المزيد من الألقاب في المنافسات القادمة، متوجهين كذلك بالشكر الجزيل لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم وتشجيع سموهما المتواصل وتوفير كافة الإمكانيات للبناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات.